عليكم، مرحبا بكم في مطبخ شهيوات الفاسيه. اليوم غادي نحضروا لاباط بريزي، باش غادي نصايبوا بها لي كيش. غادي نديروهم معمرين وغادي نبداو على بركه الله. عندنا انا غندير كميه، عندي 500 غرام ديال الدقيق الفرن، عندي ربعه ديال الزبده اي نوع بغيتو، سواء ديال البكيه ولا ديال الكاريت يعني المده ولا اي نوع. عندي جوج بيضات غنحتاج غير الصفار ديالهم والملح وقليل من الماء البارد. غادي ناخذ سكيره، غادي نوضع فيها الدقيق ديالي وغادي نوضعو جانبا. غادي ناخذ زلافة غنوضع فيها صفار البيض، غنحيدو البيض ما غاديش نحتاجو. الصفار فقط جوج، اللي بغا يدير نصف كميه يديرها، انا باغيه ندير كميه كبيره. البيض غادي نحيدوه، غادي ناخدو نديرو قليل من الملح حيت انا درت نص كيلو، غادي ندير هذا المقدار ديال الملح. مازال التعمر يكون حتى هو فيه الملحه شويه صافي. غندير الماء البارد شويه صافي، غادي نخلط مزيان، كنديرو قليل من الماء باش كيطلق لنا البيض، يصفر البيض حيت كيكون قاصح تقيل، والملح صافي غنخليه جانبا. غادي ناخد السوبيرة ديالي غندير فيها واحد الحفيرة في الوسط، غناخد الزبدة أنا قطعتها هي ماشي بالثلاجة يعني سخونة شوية، ماشي دايبة وإنما بحرارة المطبخ. غادي نديرها قطعتها مكعبات، غندير ربعة ديال الزبدة صافي. غادي ناخد هاد الزبدة ونبقى نحللها مزيان بحال اللي كنرملها، نتوما عارفين لاباط صابلي كتبغي تكون مرملة الزبدة مع الدقيق. غادي يلا نحلها واحد شويه وغنضيف عليها داك الصفار البيض اللي درتو مع الماء والملح. هانتوما انا غادي نضيفو كامل، صافي. وغادي نبقى نرمل، غادي غير نجمعها، اللي بغا يديرها في العجانة يديرها، أنا بغيت نجمعها بيديا باش كنتحكم فيها. إلا تسقط لكم الزبدة في الدار ليديكم قطعوها باش كتمشي كتخلط، حيت هي كتبغي تكون مرملة مزيان. من بعد غادي نطلقو باش غادي نشوفو اش غادي نحضرو بها. أنا غادي نخوي بلاصة، أنا عندي هادي أنفية، هادي يلا غادي نجمعها هنا. هداك الماء البارد غنبقى نضيف شوية بشوية باش كنجمع العجين ديالي، يكون الماء بارد من الثلاجة باش الزبدة ديالنا كتبقى شادة راسها حيت ما دايرناهاش دايبه. شويه ثاني نتوما كديرو عينكم ميزانكم حتى كتجمع لكم، اللي بغى يدورها بالباتر يدورها، انا غنحاول نعجنها بيديا باش تنسجم. نزيد باقي الماء،
احنا غادي نخويها دابا على السطح كامل، وغادي نبدا نجمعها بيديا شويه بشويه حتى تجمع. صافا هي كتبغي انك تديرها بحال هكا بالكف ديال يديك باش الزبده ماشي مشكل، اللي بغى يجمعها في قصريه ولكن هنا كتعطيك الطوع احسن. حاول تجمعوا الجوانب وتعلقوا بالكف ديال يديكم هكا حتى انتم شفتوا هي بدات كتماسك. الى احتاجيتوا مازال الماء غادي تزيدوا باقي. انا غادي نجمعها باش ما نطولش عليكم، نتلاقاو باش نشوفوا المجموعه قبل ما نبداو. غنخليوها ترتاح نص ساعه في الثلاجه باش كتعطينا الطعم ملي كتجيو نطلقوها، ونتلاقاو باش نبداو. ها هي دي لافات بريزي ديالي، هي بدات تجمعات. انا غادي نعش قليل من الدقيق باش مازال غادي نعكها، خاصها تعرك مزيان هكذا باش ما كتبقاش الزبده الا شفتوها كتلتصق. كديرو مازال دقيق باش كتعلقو فيه، ممكن تقلبوها. كتستمرو بحال هكا نتوما كتعلقوها حتى ما كتبقاش كتلتصق لينا. اللي بغا يدير غير ربعة يدير ربعة، 125 غرام ديال الزبدة و 250 غرام ديال الدقيق و جون و صفر بيضة، قليل من الماء و الملح باش كنخضو البيضة ديالنا. وعلى حسب الفرص، إلا كان الدقيق مازال محتاج الماء كتزيدو قليل من الماء البارد ماشي دافي، حيت الماء سخون غادي يسخن العجينة و حنا مبغيناش تكون سخونة باش كتعطينا الطوح. نبقاو هكا نستمرو حنا كنعركو حتى ما تبقاش كتلتصق لينا في يدينا بحال هكذا. هانتوما شتي كيفاش كتجي، ممكن الا بغيتو ديروها حلوة ممكن ديروها حلوة، الا بغيتو ديروها بلا كريم باتيسي والفواكه كتزيدو لها السكر. خمسة وسبعين غرام، 250 غرام ديال الدقيق، هانتوما شتو مبقاش كتلتصق. غادي نحاول نجمعها صافي. غادي نديرها هنا، غادي نغطيها سيلوفان أو لا بلاستيك غذائي صافي. غادي نخليها ترتاح في التلاجة نص ساعة صافي. نديرها بحال هكا صافي، ونديرها في التلاجة نص ساعة أو ساعة إلا ربع على حسب الجو. من بعد إن شاء الله غادي نبداو باش غادي نصايبو، غنديروهم بهاد الطريقة ونديروهم بشكل تاني. والحشوة كتكون يعني أنا غادي نديرهم اليوم حشوة وحدة، ولكن هي اللي متوفرة عندي. وانتوما الا بغيتو تشكلو يعني اي نوع بغيتو ديرو، اي حشوة بغيتو ديرو ديروها، ونتلاقاو ان شاء الله فاش نبداو فاش ترتاح لنا العجين ديالنا. العجين ديالي هو هذا ارتاح ديال السابلي. غادي ناخد قطعة باش غادي نبدا. انتوما شفتو كيفاش ارتاحت، ناخد قطعة والاخرى نديرها جميلة. انتوما كتعطي
شي دقيق هنا غادي نطلق الدلاك. دائما رشوا الدقيق باش ما تلصقش ليكم. ترققوهاش بزاف لان ما فيهاش هي ما فيهاش الخميره، ولكن الزبده هي اللي كتخليها باش كتجي مقرمشه مع الصفار البيض. صافي، انا جهزت الليمون ديالي القوالب، درت ليهم دهنتهم بالزيت وغبرت عليهم الدقيق. انا خديت هذه القطاعه هذه غادي نقطع بها هكذا نتوما، غادي ناخذ القالب ديالي وغادي نحط فيه، نحاول نجرها شويه. ها نتوما كتحطوا، نتوما حاطين كتضغطوا على الوسط باش كيتثبت، وكتبقاو كتطلعوا لها جوانب. القالب كيساعد باش ما كيضيعلكش العجين، نتوما حتى كتضغطوا حتى كتلتصق بالجوانب هكا باش كتاخذ لنا الفورمه. هكذا هاد القطاعه كيبقى ما كيفقناش الفائض ديال العجين. صافي، نحطوها جانبا. غادي نصايب معكم وحده ثانيه. ملي كتزيدوا تعاودوا تطلقوها شويه باش كتوسع لكم. انا ما بغيتش ندير القطاعه الكبيره هكا، كتحطوها في الوسط بحال اللي قلت لكم ثاني، وكتطلعوا لها كتضغطوا على الوسط باش كيتثبت مع القالب، وكتبقاو كتضغطوا هكذا حتى كتديروا لها الفورمه ديال القوالب ديالنا. حيت لاباط بريزي ماشي يعني العجينه بريزي ماشي بحال العجين المورق، ما تخافوش منه، ولكن كنتكوها بالفرشات تا قبل ما نديروها في الفرن. هي دي. دابا غناخذ القطاعه هذه مربعه، غادي ندير نديرها عاديه. غادي ناخذ المول ديالي هذا اللي اوفال، غادي نحاول نتيري العجين ديالي يعني يجيني مقاد، وغنديرو هانتوما بهكا بحال هكا يعني الجوانب هكا نفس الطريقة. غادي نضغط باش كي ياخذ لي الفورما تاني ديال المول، وهذاك الفائض غادي نحيدو من بعد هانتوما. هذه طريقه سهله بالقطاعات المراشم، كيجيكم اسهل. صافي، ودابا هادو غادي ندير لهم بحال هكا. غتاخذوا الدلاك وكتمشيو به بحال هكذا باش كيتقطعوا. صافي، ها نتوما شتي كيبقاو متصقين باش ما كتضيعلناش العجينه ديالنا. عاود كنثبتوها. غنصايب معكم وحده ثانيه اوفال، حاولوا ما امكن ما نضيعوش العجينه ديالنا. نتوما كناخذوا العجينه غنحطوها نفس الطريقه اللي حطينا الاخرى، كتبقاو هكا كدورو باش كتثبتوا القاعده ديالنا. صافي، وكدورو والفائض غادي نحيدوه بحال هكا. هاد العجينه هادي كتجي زوينه، كتجي مقرمشه فاش كتبقاها نتوما بلا ما ديروا الدلاك، هي بالاصابع ديالكم نتوما كتثبتوا الاخر القاعده، نتوما كتحيدوا هاد الفائض. هذه
هاد العجين ممكن ديروا فيه كي قلت لكم ربعة ديال الفرص، ديروا فيها 75 غرام ديال السكر، اللي ما كيبغيش الحلاوه يدير 70 غرام كافيه. وكتخلطوا هذاك السكر كتخلطوه مع الدقيق والزبده، ومن بعد كتضيفوا له الصفار البيض بحال اللي وريتكم في العجين المالح، زي كتخليوه كذلك حتى كتحتاج العجائن الحلوه بحال لي طارت سكري دي فون دو طارت كيكونوا صافي. وغنستمر بهذه الطريقه تنكمل العجينه ديالي ونديرهم يطيبوا في غادي نديرها عفوا. غادي ناخذ فرشيطه غادي نتكها بحال هكا فقط احتياط وصافي بحال هكا. كتكوها هكا بالفرشيطه ثاني هذيك الاوفر غنديرهم بحال هكا. نتوما كدير الفرشيطه وكتديوها وتجيبوها باش كتاكدوا انكم تكيتوها مزيان صافي. وغادي نستمروا هكا حتى نكملوا لي فون ديالنا العجينه ديالنا كامله. ونتلاقاو ان شاء الله باش غنديروهم يطيبوا في الفران نص طياب، لان مازال غادي نعمروهم بالحشوه وغنرجعوهم للفران شويه. ونتلاقاو ان شاء الله فاش نبداو. هما دو لي كيش طابو في الفران كما كتشوفوا، هي وحده انا حيدتها من المول ديالها. شوفوا كي كتجي، كتجي رقيقه وهشه. انا غادي نوريكم الظهر ديالها بحال هكا، حيت الحشوه اللي غادي نديرو كتكون طايبه. كنديروهم شويه في الفران غير بعد ما كيسخنوا يذوب عليهم الفرماج وصافي كنخرجوهم. ودابا نتلاقاو ان شاء الله باش نبداو نوجدوا الحشوه. تمام، داك هادو اوفال وهادو مدورين. ها لي كيش ديالنا طابو هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو الكفته، وهادو بالحوت ودانون مسوس وبالدي. ونتمنى نجربوهم ويعجبوكم، وما تنساونيش باللايك والبارطاج وتخليولي تعليق الا كان شي ملاحظه ولا. ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله فرصه اخرى وبصحة وراحة.